هيا هيا كويليا كويليا اوكي بس هم الوقت على فكره بعد الجمله اللي انت قلتها ما عرفوش ان هي بتاعتك اصلا. انا مش عارف ايش فيها السلام. لا مش بيفكوا العالم الباب افتح يخاب ايه شباب. لا ما عارفين سرال سرال كمين دواليب ادخل غير سيجار. انا بتحكي مع حدا غيره. لا انا مش عايزه اكلمها على التليفون مش بكلمها. صحيح انت ليش مش عايزه تكلمي امك؟ الفقره يعني الفقره دي ما انت ليه مش عايزه تكلمي امك؟ لا بقول لك اه صح ما بتجيش خالص. هلا انا فاكر ما بتك اول مره السنه دي الموضوع صح. يعني انا قلت لما تمارا جت انا كنت كل يوم بشوفهم بيحكوا في التليفون. لما تمارا جت قلت لها بصي عشان تفهمي لما مش بنكلمكم مش انه يعني احنا مش عايزين. طبعا احنا بنقول احنا ما بنحكي كمان نونو نونو ما تعب. احيانا بتكون نونو تعبانه رايحه فما بنقدر وراح نحكي او لا اليوم يعني الله يسلمك يا رب. مين عطاك اياها؟ يعني كل يوم تسوي حرام تعب نحس انه اكلنا والله ما سويت النطه مالته. او ماي جاد بيجامه كرش راح نشوف حيصورونا وخليهم يورونا نفسنا بس بكره اف وي هاف تايم هيك اكثر الموبايل مو نديت الموبايل رجعته للاوضه رجعت الموبايل. إذا عندنا وقت الصباح إيه رجعوا الأوضة. يعني كل هيك؟ شو عندنا الصباح؟ ما كنت هيك أكثر؟ الصباح أكيد إذا كنا عندنا غلوز. شفتين حتى لو ما عندنا عشان نتمرن، لا عندنا أكيد. حرام شباب جابوا بكرة 26 مارس. شفتيني أنا وأخويا. يعني شو؟ يعني إحنا. هاي خاولة ما فكرتش خلاص خاولة نصر زين بعرف انه هو بتفكير بيجي على راسه ثم خلاص حبيبي يا بسمة ما I was telling Tanya it's nice that this happened رغم علامة ممكن يرفع علينا قضية عشان اسمه قولي انا وياه كنا في الأوضة البنات بنسى حالي أنا وياه لا بس غير اللحظة عزوز يرحم وقتك عزوز يرحم أمك سيبنا الله يا أولاد مو وقتك عزوز نعم الحين عزوز مو وقتك أطلع من وقتي and it's something really good but I can't talk to them I'm ready to listen anytime. But no more of that, like, complaining. I'm not gonna do that anymore. No, honestly, I'm not. When did that? When I used to tell you that I was upset because of everything that was going on. Not at all. I'm good. Best was fine. شو هذا حبيبي؟ الكفوف؟ دانيا دانيا ما فهمت عليها شو؟ ما بتعرف وين محل فازلين انت؟ بعرف You know what I'm talking about? It's wrong? No, it's just... I know what I'm talking about. Yeah, hold on. I know. I'm not gonna do it anymore. Because I don't care. Not just because I don't care, because I realize that it's stupid. I'm serious. I'm not gonna annoy you with it anymore. And I felt that when I told you that, you... I'm good, baby. I'm good. I'm good. حبيتي يا؟ سيغني لك هون شوي هيك هون شوي هون على اليمين شوي طب do the song of the hotel practice it I liked it هي كانت مش عندك
الحفله. عندي بس نسيت الكلام صراحه عشان ما غنيتهاش. ما غنيتها كثير يعني. طب انت فاكر اللحن؟ ايه اللحن اكيد ايه بفتكره. زي بتفتكر؟ بفتكر. لو بقالك شويه لا بفتكر لما بس اقرا اول كلمه افتكر الاغنيه كلها مع اللحن. كانت حلو كتير نظراتك بس مش احلى من كلماتك. تانيا Wait, I have to call her because she's gonna love this. بس ما حتقدر تجي تاني مو ما just one part one part. ما حتجي ما أنا بجي لعندها. إيه؟ أنا حجي لعندها. Give me Maya. أعيش بال. بس مش أحلى من كلماتك حلو كتير نظراتك بس مش أحلى من كلماتك روق علي شوي بعد قلبي مجروح بعد قلبي مجروح شو كان؟ I don't know. حلو الدنيا حلو نكف الدنيا أنا وياكي قمار الدنيا كلها مفتوعة بلاكي حلو نكف الدنيا أنا وياكي قمار الدنيا كلها مفتوعة بلاكي يا حلم الكان بعيد ضلك حدي ولا تغيب يا حلم الكان بعيد ضلك حدي ولا تغيب من قبلك كل شي محيط من بعدك عمر جديد بتعرف ليه أغاني حلوين؟ لأنه كل بنت بتسمعها بتفكر لإله Alright. Yeah. في أغاني بتسمعيها بس ما بتعني لك. You know why? It's not me. You know why? Because he's one of the most sensitive people you've ever met in your life. And his sensitivity and his feelings come out to you right away. Good boy. يلا روحي بعد يديروا باقي على حالكم اذا بدكم شيء قولوا لنا